ما حكم شرب المحدة للقهوة بالزعفران؟ ما يجوز، لأن الزعفران نوع من الطيب، فلا تستعمل الزعفران لا المحدة ولا المحرم، يستعملون الزعفران لأنه من أنواع الريحان. نعم. وكذلك هل يجوز لها الرد على الهاتف إذا كان المتكلم رجلا؟ لا بأس، تكلم الرجل على الهاتف أو شفهيا ما في بأس، للحاجة تكلم الرجال للحاجة وترد عليهم السلام وتجيبهم إذا سألوها، لا بأس بذلك، وإذا سلموا عليه ما في بأس. نعم. يقول وكذلك هل تستخدم الشامبو بقصد التنظيف؟ نعم، تنظف لكن بغير طيب، تتجنب المواد المطيبة وتتنظف بمواد منظفة ليس فيها طيب، وهي كثيرة موجودة. الشامبو ما فيه طيب، منظف ليس فيه طيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل لكن الصابون الممسك هذا فيه طيب، الصابون اللي فيه قوارير الآن يسمونه السائل هذا فيه طيب. نعم.